بسم الله أبو الابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. خريستوس أنيستي، كل سنة وانتم طيبين. من المواضيع اللي دايما بتتكرر كده مع قيامة المسيح، الأربعين يوم اللي قضاهم المسيح بعد قيامته لغاية صعوده قضاهم على الأرض، ظهر فيهم مرات كتيرة والناس كتيرة. ظهر ليه وعمل ايه وبيظهر ليه وعايز يوصل لنا ايه في الاربعين يوم دول؟ الموضوع اللي نتناقش فيه النهاردة. راجع معاكم بس حتة كده، المسيح ظهر كم مرة؟ المسجل ليه كم مرة من ساعة القيامة للصعود؟ 11 مرة، فاكرينهم؟ طيب نفتكرهم كده. أول واحد بطرس، مجدلية، طيب بص، هو في خمس ظهورات يوم القيامة. أول ظهور المريمات، والتاني مريم المجدلية. نعم، مظهر للنساء. بطرس الأولا دوت في اللقاءات الفردية، ما حضرتك جمعهم كده من تلميذي عمواس مع كورنثوس الأولى 15 مع آخر الإصحاحات، هتمشي بالترتيب اللي هقوله لحضراتكم. أول حاجة لمين؟ المريمات، وبعد كده مريم المجدلية، بعد كده بطرس أولا، بعد كده بطرس. تهتوا ولا معايا؟ يبقى المريمات، مريم المجدلية، بعد كده بطرس، بعد كده تلميذي عمواس، بعد كده التلاميذ من غير توما. دول كم ظهور؟ خمسة. تاني، يبقى مريمات، المجدلية، بطرس، تلميذي عمواس، التلاميذ من غير توما. كل دول يوم حد القيامة، كل يوم دول حد القيامة. فوتوا حد كمان، الحد اللي بعده، يبقى لقاء التلاميذ مع المسيح أو لقاء المسيح مع التلاميذ بتوما. كويس؟ بعد كده التلاميذ في الجليل، وسبع تلاميذ عند بحر طبرية. يبقوا كم ظهور كده؟ تمانية. يبقى التلاميذ بتوما، التلاميذ في الجليل، سبعة عند بحر طبرية. دول تمن ظهورات. بعد كده ظهر ليعقوب الرسول لوحده، بعد كده ظهر لخمسمائة أخ. بولس ساعة ما جاب سيرتهم قال أكثرهم باقي إلى الآن. وآخر ظهور، ظهور المسيح يوم الصعود. تمام؟ حد يسمع؟ طيب في الآخر كده شوف حد يسمع، هقولهم مرة كمان وفي الآخر كده نشوف حد يسمع. الظهور الأولاني مريمات، الثاني مجدلية، الثالث بطرس، الرابع تلميذي عمواس، الخامس تلاميذ من غير توما. الخمس ظهورات دول امتى؟ حد القيامة. الحد اللي بعده التلاميذ معاهم توما، بعد كده فين؟ في الجليل، بعد كده في بحر طبرية، بعد كده يعقوب، بعد كده 500 واحد، بعد كده الصعود. في الآخر هسمعهم. المسيح كان بيظهر ليه؟ لماذا ظهر المسيح للتلاميذ 40 يوم؟ فكروا معايا كده عشان ما تناموش. هي الإضاءة جاية في وشي، فأنا مش شايف وش حضراتكم، فغالباً في عدد نام خلاص، بس يعني كده عشان إيه أسمع حس. المسيح ظهر 40 يوم ليه؟ بتقولوا إيه لولادكم؟ المسيح ظهر 40 يوم ليه؟ تفضل. عشان يثبت. حلو قوي. ودي الفكرة اللي بنعيشها في فترة الخمسين، الخمسين المقدسة. تلاقي الكنيسة كلها هدفها إن إحنا نثبت في المسيح. رائع. أيوة أستاذ شريف الأول طبعا، دانيال إيه؟ كويس، يحط لهم الخطة عشان ما ينزلوش يلعبوا من غير خطة. تمام كده، حط لهم خطة الكرازة وخطة العمل. أستاذ شريف، ده الهدف الأهم، إنه يثبت إنه قام. ولو قام وما ظهرش يبقى خيال. حلوة، ويثبت القيامة نمرة واحد، نمرة اتنين يثبتهم، نمرة ثلاثة يحط لهم الخطة. حاجة تانية، حاجة من البنات بقى. أيوة مسيزيس،
عشان يسلمهم أسرار الكنيسة. رائع يوستينا يشجعهم، واللي عنده ضعف معين يعالجه. تعزية لأنهم كانوا متضايقين. رائع. حاجة تاني، خدام أو خادمات. أيوة مارك، يديلهم رجاء أنه انتصر على الموت فهينتصروا على أصعب حاجة. حلو قوي. مريم يعالج الضعفات اللي موجودة فيهم. هاي طب برام ان النبوات اتحققت، فوهموا ان النبوات اتحققت فيعرفوا يكرزوا اليهود. هاي اتفضل. يوريهم ويفرقهم على الجسد الممجد اللي هنعيش بيه في السماء. هاي عشان ده هدف الكرازة، القيامة. لو لم يقم المسيح باطلة هي كرازتنا. هاي ده اللي قاله بولس الرسول. حاجة تاني، لو لم يقم. هاي انتوا عملتوا موسوعة في أسباب قيامة المسيح. النهاردة أنا هاخد مع حضراتكم نقطتين. نقطة رسالة بيقول لنا المسيح، بيقولها لنا المسيح من خلال قيامته، ولماذا ظهر المسيح لهؤلاء، أو زي ما ظهر لدول يظهر لنا إزاي، أو أتمتع بالمسيح القائم زيهم إزاي. بس النقطة الأولى والأهم، المسيح بقيامته أعلن أن هناك قيامة من كل ضعف. يعني خلينا نتفق كده، الناس اللي ظهر لهم المسيح خلال الأربعين يوم كان عندهم مشاكل ولا ما عندهمش مشاكل؟ هي عندهم مشاكل. تعالى ناخد أول عينة، المريمات اللي راحوا لقبر المسيح، المشكلة اللي عندهم خايفين وإيمانهم ضعيف، إيمانهم مش واثق في القيامة، وإلا ما كانوش خدوا معاهم إيه؟ أطياب. فهنا يعلن لهم حقيقة القيامة، عندهم حتة إيمانية ضعيفة. صحيح عملوا مجهود جبار واللي هنتكلم عليه دلوقتي، لكن عندهم حتة إيمانية ضعيفة، فالمسيح بقيامته يقومهم من الإيمان الضعيف. يروح للتلاميذ، التلاميذ يقول لنا الكتاب المقدس كده، وإذ التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود والأبواب مغلقة. عندهم مشكلة اسمها إيه التلاميذ؟ عندهم مشكلة اسمها إيه؟ خوف. خايفين، والحقيقة عندهم حق، اليهود هيعملوا فينا إيه؟ إذا كانوا صلبوا المسيح إحنا تلاميذه إحنا أتباعه هيعملوا فينا إيه؟ قاعدين مرعوبين. فإذ يسوع في الوسط وقال لهم إيه؟ سلام. وجيه هنا قومهم من سقطة شديدة اسمها سقطة الخوف. راح لتلميذي عمواس. تلميذي عمواس دول نموذج للناس المالها، دول سمعوا خبر القيامة ولا ما سمعوش خبر القيامة؟ سمعوا. صدقوا ولا ما صدقوش؟ دول اتحيروا، ولما لقوا نفسهم حيرانين عملوا إيه؟ خدوا بعضهم ورجعوا على بلدهم. ده يمثل الشخصية الإيه؟ نعم، شخصية مهزوزة. كويس. حاجة تاني، اللي ما بيكملش، شخصية اللي ما بتحبش تخش في مشاكل، شخصية اللي عايزة تشتغل على رواقان كده، لما تحلوا مشاكلكم نبقى نرجع من بلدنا. عارفين أنا في بيت أبويا لغاية ما إيه؟ تحلوا مشاكلكم، لما تحلوا مشاكلكم ابقوا تعالوا اندهوا عليا، أنا قاعدة في بيت أبويا. هم عملوا كده بالظبط، زي العروسة الغضبانة. طب إيه؟ المسيح راح جاء قومهم من إيه؟ آسف من التعبير، من سلبيتهم. قومهم من سلبيتهم. ما أنت سمعتوا خبر القيامة، لو سمعنا خبر وإحنا مش متأكدين منه نعمل إيه؟ نسيب الدنيا ولا نتحقق من الخبر؟ لا، اتحققوا من الخبر. فالمسيح جه عالج السلبية بتاعة تلميذي عمواس، جه عالج الشك بتاع توما. ربنا ما سابش توما في الشك بتاعه، ربنا ما سابش توما في الشك بتاعه. قال له تعالى يا توما، ايه المشكلة بتاعتك؟ انت شاكك في قيامتي، اديني ظهرت لك. وعايز تحط صباعك مكان الجروح، تعالى. عايز تحط ايدك مكان طعنة الحربة، تعالى. انا واقف مستعد اجاوب على الشكوك اللي موجودة عندك. بس يا توما خلي بالك ان في درجة احلى اسمها طوبى لمن امن ولم يرى. طوبى لمن امن
ولم يرى. توما أنا معاك لآخر الخط لغاية ما أقومك من اللي أنت فيه. التلاميذ اللي راحوا يصطادوا ويشتغلوا مرة تانية، ردة المسيح غير لهم مسار حياتهم، قال لهم لا تعود صياد للنائل للسمك بل اجعلك صياد للناس يا بطرس. تقوم جايب الناس ولممهم وطلع تصطاد يا بطرس، انت بترتد لخلف مرة تانية، انت بترجع مرة تانية للماضي بتاعك. عارفين زي ما يكون واحد، آسف في التعبير، مدمن وتنكس، واحد واقع في خطية أو واحدة واقع في خطية صعبة وتابت عنها وبترجع لها تاني. إيه اللي بتعمله ده يا بطرس؟ تعال شددك مرة تانية ونعمل نفس اللقاء الأولاني اللي غيرت لك في حياتك. دخلنا مركب واصطادنا كتير، أدخلك مركب تاني وتصطاد كتير عشان تفتكر وترجع حياتك زي ما هي زي الأول. بطرس أنت خايف من إنكارك، عايز تعرف أنا قبلت توبتك كلها؟ أظهر لك. يعقوب أنت قدامك مستقبل صعب، هتبقى أول شهيد في الاثناشر رسول يصلوا المسيح ويثبته. إذن لقاءات المسيح لقاءات من أجل أن تعطي قيامة للضعف اللي موجود فيه. أنا وحضراتكم عندنا ضعفات. أنا ممكن أبقى زي التلاميذ الجبان الخايف الآن على المستقبل، أو ممكن أبقى سلبي زي تلميذي عمواس، أو ممكن أبقى شكاك زي توما، أو يمكن ما بسمعش كلام ربنا للآخر زي المريمات. أيا كان مشكلتي، ثق أن القيامة وثقي أن القيامة ترد على المشكلات ديت. اللقاء مع المسيح القائم يحللنا المشكلات ديت. مين اتقابل مع المسيح القائم؟ عندنا 11 لقاء. 11 لقاء دول الحقيقة كل واحد منهم في رسالة حلوة. أنا حسيت أن أكثر لقاء مجمع الرسائل هو لقاء المسيح مع المريمات. وهناخد من لقاء المسيح أو ظهور المسيح للمريمات المميزات اللي فيهم اللي خلتهم يتقابلوا مع المسيح القائم نتعلمها منه. إذن إحنا هنتقابل دلوقتي مع المريمات اللي راحوا القبر عشان نتعلم منهم إيه اللي يخلينا نتقابل مع المسيح القائم. استحملوني لمدة دقيقة هحكي لكم قصة المريمات. المريمات دولت كانوا واقفين طول يوم الجمعة العظيمة تحت صليب المسيح، صح؟ مشيوا إمتى؟ حد عارف مشيوا إمتى؟ بعد ما المسيح اتحط في القبر. المسيح ابتدت المحاكمات بتاعته، غالباً هم سمعوا في فجر الجمعة، من نص ليل الجمعة. فهم صاحيين من إمتى؟ من نص ليل الخميس أو خميس فجر الجمعة صاحيين، واقفين على رجليهم وقاعدين يتفرجوا على المعلم بتاعهم وهو بيتجلد، وهو بيتحط على راسه إكليل الشوك، وهو بيتصلب، وهو بيتكلم على الصليب، وهو بيسلم الروح الجسدية، وبيشوفوه بيموت بالجسد، بيشوفوا المسيح بينزل من على الصليب، بيروحوا مع المسيح لغاية قبر أو الجنينة بتاعت يوسف الرامي اللي فيها قبر جديد منحوت في الصخر. شافوا يوسف الرامي ونيقوديموس وهم بيطيبوا المسيح، ويغلق القبر على المسيح. ده كان آخر نهار يوم الجمعة، وآخر نهار يوم الجمعة كان السبت دخل، وحسب الشريعة اليهودية اضطروا إن هم يروحوا يقعدوا في البيت، لأن حسب شريعة اليهود اليوم بيبتدي من غروب اليوم اللي قبله، وحسب شريعة اليهود برضو لأن السبت دخل ليهم خطوات محدودة ما يقدروش يعدوها، وغالبا على ما رجعوا من القبر كانوا مشوا الخطوات دي، فدخلوا البيت وباتوا هذه الليلة. أنا هسيب لحضراتكم تتخيلوا حالتهم النفسية ومشاعرهم والأفكار اللي كانت في بالهم. بس العجيب أن يقول لنا الكتاب المقدس كده أن مع نهاية يوم السبت وبداية يوم الحد عند اليهود، يعني السبت بعد الظهر، المحلات بتاعت اليهود فتحت، فخرجوا المريمات واشتروا طيب، اشتروا طيب عشان يروحوا يزوروا قبر المسيح تاني يوم. وتاني يوم خدوا الطيب، وفي الفجر الباكر جدا
وحسب تعبير الكتاب المقدس والظلام باقي. يعني ايه والظلام باقي؟ عارفين لما تخرجوا الفجر بدري وتلاقوا فيه نور بس الدنيا ظلمة؟ انا مش عارف تمتعتوا بالرؤية دي ولا لا. هم خرجوا في الوقت دوت وراحوا على قبر المسيح، وهم في السكة سألوا نفسهم سؤال: من يدحرج لنا الحجر؟ وصلوا عند قبر المسيح، لقوا الحجر قد دحرج، ملاك قاعد على الحجر. قال لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. بعد كده يظهر لهم المسيح ويقول لهم أنه قام وروحوا بشروا التلاميذ. دي قصة المريمات اللي حضراتكم حافظينها وبتحكوها لأولادكم. أنا حكيتها لكم عشان أسألكم أسئلة نفكر فيها مع بعض دلوقتي. المريمات راحوا للقبر يوم الأحد، فجر الأحد والظلام باقي. أسأل لحضراتكم لو في حد من أسرة نيقولاوس هنا ما يجاوبش. أسأل حضراتكم سؤال: إيه الفرق لو كانوا راحوا القبر الفجر أو الساعة 8 الصبح؟ خصوصا أنهم رايحين فين؟ قبر، والمقابر عند اليهود بتبقى برا المدينة. برا المدينة يعني إيه برا المدينة؟ زمان كان المدن ليها حدود، والحدود دي معمولة بسور، والأسوار دي فيها أبواب، والأبواب دي مع غروب الشمس بتتفتح، وعند الفجر بتتفتح بتتقفل، آسف، عند الغروب وعند الفجر بتتفتح. فاتفتحت الأبواب عند الفجر، بس دول رايحين المقابر. وما أدراكوا ما المقابر؟ ليه ما راحوش الساعة 8 الصبح، الساعة 10؟ هتفرق إيه إنهم يروحوا الفجر بدري 4 ولا 5 الصبح ولا 6 الصبح، أيا يعني كان الفجر عند اليهود إمتى، ما راحوش 8 9 10 ليه؟ كانت هتفرق إيه؟ اتفضل. أحسن يقولوا إنهم هيسرقوه ولا حاجة، خايفين مش عايزين حد يشوفهم. ها، في إجابة تانية؟ اتفضل. خايفين إن حد يشوفهم وهم رايحين. يا جماعة دول هيخرجوا من المدينة ويعدوا الأبواب ويروحوا المدافن ويرجعوا من المدافن، ده طريق عام. ها، مشتاقين، ما هو لسه سايبينه الجمعة بالليل. ها، ساندرا، عشان نجس في ما حدش يشوفهم. هم مش بيعملوا حاجة من ورا الناس يا جماعة، هم مش سارقين. شك بسيط، ما كانوش خدوا الحنوط. هي الكلمة للأسف صح اللي قالتها مس إيهاب، مش للأسف يعني، كويس. كان عندهم اشتياق شديد لرؤية ربنا، اشتياق شديد، محبة شديدة، محبة شديدة، فراحوا بدري لربنا. انتوا عارفين في حاجة طبيعية في الإنسان كده، حاجة اللي بيحبها تلاقيه بيعمل لها، بيعمل إيه؟ الناس الطبيعية يعني، أنا بتكلم عن الناس الطبيعية، تصحى لها بدري، يبقى مش عارف أنام بالليل، المسيح وحشني، عايز أروح له. والحقيقة التعبير ده اللي استخدمه المسيح أو قاله لنا الكتاب المقدس كده، قال كده: من يبكر إلي يجدني. يعني إيه يبكر إلي؟ المريمات نفذوها حرفي، المريمات نفذوها حرفي وعملوا إيه؟ راحوا لقبر المسيح بدري. وحلو قوي إن إحنا نروح لربنا بدري. وعلى فكرة طقس القداس الصح إن إحنا نخش الكنيسة الفجر والظلام باقي ونخرج والدنيا منورة، ده القداسات الصح، بغض النظر عن القداسات اللي بتعمل متأخر. بس اللي أنا عايز أقوله كده، ربنا قال لنا من يبكر إلي يجدني. يعني إيه من يبكر إلي؟ كلمة بكر يعني إيه؟ يعني أول حاجة، يعني خليني أول حاجة. ودي شطارة المريمات، وده الدرس اللي هنتعلمه من المريمات. خلي ربنا بكر كل شيء في حياتنا. أول حاجة في حياتنا هي ربنا، وأول حاجة نستخدمها هي ربنا، وأول حاجة نتعامل معها هي ربنا. المريمات عملوا كده فتمتعوا بقوة القيامة. أنا عايز كل واحد مننا كده في سره يراجع نفسه، ربنا ترتيبه نمرة كام في حياتي؟ ربنا وضعه إيه في حياتي؟
أقول لكم كده، اللي يحط ربنا بكر كل شيء يعني أول كل شيء يتمتع بقوة قيامة قوية جدا. أحكي لكم قصة من الكتاب المقدس أنتوا عارفينها. عارفين نحمية؟ سمعتوا عن نحمية مش كده؟ نحمية كان في السبي وكان ساق الملك وجاله خبر وحش قوي. إيه الخبر الوحش اللي جالك يا نحمية؟ قالوا له كده أسوار أورشليم منهدمة. فأول حاجة عملها نحمية إيه؟ عيط، يقول كده جلست وبكيت ونحت وصليت وصمت. هنا عمل ايه؟ خد الموضوع بكى لمين؟ بكى الناس، طلع يندب في الشوارع، طلع يحط بوست على الفيسبوك اسوار اورشليم منهدمه الحقوها. لا 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 لا، ما عملش كل ده. ده وقف قدام ربنا وقال له يا رب اسوار اورشليم منهدمه. حد يعرف قعد يعيط قد ايه؟ قاعد يعيط كده من شهر كسلو لشهر نيسان. كسلو ده ديسمبر، نيسان ده أبريل. قاعد بيصلي قد إيه؟ 4 أشهر. وبعد كده حس إن ربنا بيزقه، روح كلم الملك. فدخل قدام الملك، فالملك قال له مالك مكمد الوجه كذا؟ وشك مكشر ليه أنا حمية؟ قال له أصل أسوار أورشليم من منهدمة، بيت أبائي خربان. فالملك سأله سؤال مفاجئ، قال له طب عايز إيه نحمية؟ حد عارف نحمية رد عليه قال له إيه؟ قال له كده فصليت وقلت. تيجي فصليت وقلت دي إزاي؟ إنه رفع عينه ربنا وراح متكلم. إيه اللي بتعمله ده يا نحمية؟ أصلا قبل ما نطق أنا هعمل إيه؟ هصلي. يعني إيه؟ يعني هخلي ربنا بكر على لساني. هو أول حاجة هلجأ له، أول حاجة هلجأ له. الإجابة منطقية اللي هيقولها نحمية الملك إجابة منطقية، يقول له عايز أصلح السور، بس قبل ما أقولها أعمل إيه؟ أصلي. لأنه رجع على ربنا بكر كل شيء، ربنا عمل إيه؟ أقام أسوار أورشليم مرة أخرى على أدين نحمية، أقام أسوار أورشليم مرة تانية على أدين نحمية. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم كده، الفكرة أنا ربنا مكانه فين في حياتي؟ بلجأ له إمتى وبلجأ له إزاي؟ ربنا نمرة واحد ولا لأ؟ من يبكر إلي يجدني، من يبكر إلي يجدني. المريمات بكروا ربنا فوجدوا المسيح. عندنا أمثلة كتيرة، ناس بتحط ربنا بكر كل شيء، تبتدي يومها بربنا وتبتدي كل حاجة بربنا. تسمعوا عن أبونا مخيل إبراهيم، يحكي لنا الآباء عنه كتير قوي، ما عملش حاجة إلا لما يعمل إيه؟ إلا لما يصلي. ليه بيصلي؟ قال أصل ربنا لما يبتدي حاجة تنجح تبقى فيها قيامة. كان البابا شنودة كاتب عنه حاجة غريبة جدا، يقول كده أن أبونا مخيل إبراهيم كان بيصلي قبل ما يعمل كل حاجة، لدرجة أنه قبل ما يضرب تليفون يصلي، بيتصل بتليفون يصلي. يقول لك وما فيش مرة اتصل بالتليفون وطلع مشغول أو محدش بيرد عليه. ايه القصه؟ نعم، ما يعرفوش مشغول دي ايه؟ يعني ويتنج يعني. فاللي عايز اقوله كده، واحد زي ده عايش فكره ان انا بعمل ايه؟ بصلي على ربنا الاول، حق ربنا الاول، حق ربنا الاول. ابنه تخبطه عربيه وهو واقف على المذبح، الله اولا والولد في ايدين ربنا، الولد في ايدين ربنا، ويخرج الولد سليم. لانه مع انه بالمنطق ما ينفعش يخرج سليم، بس ليه؟ لانه ماشي بالقاعده بتاعت من يبكر الي يجدني. المريمات تمتعوا بلقاء المسيح القائم نمره واحد، لانهم عملوا الدرس المهم، من يبكر الي يجدني. تاني حاجه، المريمات واخدين معهم ايه؟ واخدين معاهم حنوط. انا عايز برضو حضرتك تتخيلوا كده، المسيح اتحط عليه حنوط ولا ما اتحطش عليه حنوط؟ اتحط عليه حنوط. حد يعرف اتحط عليه حنوط قد ايه؟ يوسف الرامي ونيقوديموس جابوا حنوط قد ايه؟ 100 رطل. 100 رطل ده يطلع كم كيلو؟
100 رطل ده يطلع كم كيلو؟ تعرف يا ابونا يوحنا؟ اتنين رطل وربع، حوالي 45 كيلو. تحط عليه حوالي 45 كيلو حنوط، تمام؟ المريمتين هيشيلوا حنوط قد ايه؟ ستتين غلابة هيمشوا من وسط أورشليم، يخرجوا بره أورشليم، يروحوا عند القبر يحطوا حنوط. شايلين حنوط قد ايه؟ كل واحد 10 كيلو على الأقل. دول ستات زمان برضو اللي كانوا متغذيين، ماشي. ليه واخدين معاهم حنوط رغم ان المسيح اتحط عليه حنوط؟ وهيشيلوا غالبا كمية قليلة، بس خدوا معاهم حنوط برضو. انا مش هتكلم على حتة عدم الإيمان وعدم ثقتهم في إيمان في قيامة المسيح، انا بتكلم على حتة رايحين القبر واخدين معاهم حنوط ليه؟ ليه يشيلوا؟ ما يخشوش بإيديهم فاضية. تكريم لربنا. كويس انهم يشاركوا كمان، حتى لو كان اتحط عليه يشاركهم. اجابات حضراتكم صح. مش هنخش على ربنا بايدينا فاضيه. هندي هديه لربنا، هندي حاجه حلوه لربنا. الهديه دايما تعبير عن ايه؟ عن الحب العملي. تعبير عن الحب العملي. انا سهل قوي ان انا اقول لابونا يوحنا انا بحبك، بس ايمان امتى ان انا بحبه؟ في المواقف، لا مش في الهدايا، في المواقف العمليه. ان انا اقدم حاجه تعبر عن محبتي ليه. هم عايزين يعبروا للمسيح اللي في القبر ان هم بيحبوه. ايه الحاجه اللي يقدروا يعبروا بيها للمسيح ان هم بيحبوه، المسيح في القبر؟ فلو هناخد معانا شويه ايه؟ شويه حنوط. طب ما هو اتحط عليه حنوط، وماله ما نحط عليه حنوط زياده؟ هو انت هتحطوا ايه اكتر من اللي اتحط؟ مش مهم اتحط قد ايه، مش مهم مين حط، المهم ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعبر ربنا عن محبتي. وعلى فكره القصه دي بتعجب ربنا قوي، ان انا اعبر عن محبتي لربنا بطريقه عمليه. اعبر عن لربنا عن محبتي بطريقه عمليه. والمحبه دي مش بالكم اللي هقدمه، بالكيف اللي هقدمه. ممكن ما اقدرش اقدم لربنا كتير. ربنا تقدم له 100 رطل حنوط، المريمتين مش هيقدروا يشيلوا 100 رطل حنوط، مش هيقدروا يقدموا تقدمه مماثله، لكن هيقدموا لربنا اللي يقدروا عليه. واللي يقدروا عليه ولانه بيتقدم بمحبه هيبقى غالي ومقبول عند ربنا، هيبقى غالي ومقبول عند ربنا. انا وانتوا نقدر نقدم ايه لربنا؟ نقدر نقدم حاجات كتيره. نقدم له وقت على قدنا، نقدم له تعب على قدنا. اللي نقدر نقدمه لربنا ربنا بيفرح بيه. وربنا لذيذ قوي كده، اي حاجه بنقدمها يقول لنا كده داود النبي في مزمور بتاع يستجيب لك الرب في يوم شدتك، كتير مننا حافظه، يقول له كده يستثمن محرقاتك. يعني ايه يستثمن محرقاتك؟ يعني ربنا يبص عليها يقول ايه دي غاليه، دي سمينه. قدم له كتكوت يقول يا الفرخه دي حلوه. يا رب ده كتكوت، لا ده في عين ربنا غالي اللي قدمته، في عين ربنا حلو اللي انا قدمته، حلو اللي انا قدمته. انتوا كلكم حافظين قصه المراه اللي حطت فلسين، ادت من اعواسها، فربنا قال ايه؟ دي ادت اكثر من جماعهم. يقولوا يا رب يا رب شكلك كده الفضه والذهب انت ما بتقيمهمش صح، ده في فضه وذهب اتحطوا في الصندوق بكميات، وكان كل واحده منهم تنزل الصندوق ترن تعمل صوت ليها قيمتها وليها وزنها. يقول لهم لا، انتوا اللي بتحسبوا غلط، انتوا اللي بتحسبوا غلط. هي ادت اكتر لانها قعدت اعطت من اعواسها، ادت بمحبه، ولانها ادت بمحبه المحبه دي غاليه عندي قوي قوي. انا وحضراتكم هنقف قدام ربنا هنديله ايه؟ اوعوا تقفوا قدام ربنا فارغين، لا نقف امام الله فارغين. هنقدم له ايه؟ ما نستطيع ان نقدمه لربنا اديهوله بمحبه وبامانه، بمحبه وبامانه. هنقدمه لربنا بمحبه وامانه، وصدقوني ربنا هيقبلها وهيفرح بيها جدا. لا تبخل على الله في شيء، لا تبخل على الله في شيء. تعجبني قوي الست
أم أنباب شوي ظهر لها الملاك كده وقال لها عندك ولاد كمان؟ قالت له عندي 7 ولاد. لا واحد منهم هو هناخده لربنا. فقالت له هتختار مين؟ فقال لها انا اختار الواد الصغير بشوي. قالت له يا رب بس بشوي دوت صحته ضعيفه ورفيع، ما تاخد واحد صحته كويسه. يا ام جدعه. قال لها لا انا عايز بشوي عشان قلبه حلو. عايزه تدي ربنا وربنا يفرح بيها ويخلي ابنها دوت الرجل العظيم البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. فعايز أقول كده، اللي عنده اشتياق إنه يدي ربنا ومحبة وهو بيدي ربنا وبيدي ربنا بأمانة، ربنا يفرح بهذه التقدمة جدا. يبقى نمرة 2 مريمات عملوا إيه؟ خدوا حنوط. قلنا نمرة 1 من يبكر إلي، نمرة 2 الهدية. هتحفظوا معايا مش كده؟ نمرة 1 من يبكر إلي، نمرة 2 الهدية. وهم ماشيين عندهم مشكلة، عمالين بيفكروا فيها. المشكلة كانت، طب خلوا المشكلة دي آخر حاجة نختم بيها. أنا هسأل سؤال، إحنا اتفقنا إن هم رايحين طريق وعر وطالعين على المدافن، ليه ما عدوش على بطرس ويوحنا خدوهم معاهم؟ ليه المريمات ما راحوش لبطرس ويوحنا قالوا له بطرس يوحنا احنا رايحين القبر تعالوا معانا؟ ها ما كانوش موجودين، كانوا عدوا عليهم. انا قلت يعدوا عليهم، خافوا على بطرس ويوحنا. يعني المريمات اشجع من بطرس ويوحنا، تمام كده، افرحوا يا بنات. ها ايوستين عشان ما يعطلوهمش. ها حد عنده رأي تاني؟ باش منصب قلتي نايمين نايمين، ده سمعة الخدام وحشة قوي. ها ميس داليا تمام. المريمات اتحركوا بمشاعرهم مش بعقلهم، وكانوا رافضين أي حاجة ممكن تعطلهم عن لقاء المسيح، حتى لو كان بطرس ويوحنا، حتى لو كانوا ولاد المسيح. هنا هقول لكم تعبير ما تحفظوهوش، ما عندهم أنانية مشروعة. يعني إيه؟ أنا مش عايز حاجة تعطلني عن ربنا. طب ما هو المنطق بيقول خدوا بطرس ويوحنا على الأقل يهشوا عنكم التعالب والديابة اللي ممكن تقابلكم. طب ممكن يساعدوكوا في زق الحجر رغم انهم مش هيعرفوا يزقوه، بس هم اسمهم 2 رجاله يزقوا الحجر. قال لك بس لو استنيناهم هيحصل ايه؟ زي ما باشمهندس قال كده، هنروح نلاقي بطرس نايم ويوحنا صعبان عليه الموضوع، ونقعد نطيب فيهم ونقول لهم يلا ونشرح لهم القصه، ويقولوا طب استنوا ساعتين يكون الدنيا نورت. لا انا مش عايز حاجه تعطلني عن لقاء المسيح، انا مش عايز حاجه تعطلني عن لقاء ربنا، انا عايز اقابل ربنا دايركت، مش عايز حاجه تعطلني. وهنا دوت اسمه المعطلات المشروعه. يعني ايه المعطلات المشروعه؟ يعني خلوا بالكم كده ان في حاجات بتعطلنا عن ربنا شكلها مشروع مش غلط. هو بطرس ويوحنا دول خطيه؟ لا الحقيقه مش خطيه، بس كان هيقولوا ايه كمان شويه. يعني كم مره نبقى جايين الاجتماع وحد يقول لنا ايه نروح على الاخر، طب نشتري حاجه ونروح، طب نعمل مشوار، طب نريح ساعتين ونبقى نروح. الحقيقة كل دوت كلام يعمل إيه؟ يعطل الإنسان عن ربنا. أنا وحضراتكم ممكن يبقى عندنا حاجات بتعطلنا عن ربنا، هتختلف من شخص للتاني ومن إنسان للتاني. ممكن يبقى فنجان قهوة مش قادر أستغنى عنه بيعطلني عن قداس. ممكن يبقى شخصية معينة موجودة في حياتي كل ما بقابلها بتعطلني عن ربنا. ممكن يبقى طبع جوايا اسمه التأجيل أو اسمه عدم النظام بيعطلني عن ربنا. الحقيقة أنا محتاج أن أنا أسيب كل دول، محتاج أن أنا أسيب كل دول وأجري على ربنا. فنمرة 3 احذر المعطلات، رجعهم عشان ناخد النقطة الأخيرة. نمرة 1 من يبكر إلي يجدني، نمرة 2 الهدايا، نمرة 3 المعطلات، نمرة 4 من يدحرج لنا الحجر. مشكلة الحجر مشكلة حقيقية ولا مشكلة وهمية؟ حقيقية. ده مش بس كده،
ده حجر موضوع على باب القبر مختوم من هيرودس عليه خدم الحاكم، في حرس موجودين بالليل. السؤال المنطقي، من يدحرج لنا الحجر؟ أنا لو جالي السؤال دوت وأنا رايح قبر المسيح، أنا حط نفسي مكان المريمات، التصرف المنطقي والطبيعي اللي هعمله إن أنا أعمل إيه؟ من يدحرج لنا الحجر؟ وإحنا رايحين نحط طيب على جسد المسيح، في حجر على الباب، المنطق إن إحنا نعمل إيه؟ ما فيش حد يشيل الحجر، من يدحرج لنا الحجر؟ مش لاقيين، ها؟ ما روحش، ده الحل المنطقي. بس هم راحوا، راحوا ليه؟ إيه اللي وداهم رغم إن الحجر موجود على باب القبر؟ الإيمان؟ عندهم حاجة تانية؟ هم عندهم إيمان إن ربنا يقدر يحل المشكلة. هم اتحركوا زي ما مسدالية قالت من شوية بمشاعرهم مش بعقلهم. أقول لحضراتكم كده إن من أكثر الحاجات اللي بتعطلنا إن إحنا نتمتع بربنا عقلنا، المنطق. الله يعمل فوق المنطق، الله يعمل فوق المنطق. ما تدوروش على حاجة منطقية عشان نعرف نتقابل بربنا ونتمتع بربنا، الله فوق المنطق. ربنا بيحترم المنطق ويستخدمه، بس أوقات بنحتاج إن إحنا نعمل فعل بمفهوم الدنيا مجنون عشان نعرف نتقابل مع ربنا. فعل بمفهوم الدنيا مجنون عشان نعرف نتقابل مع ربنا. هو في واحد عاقل، في واحد عاقل يسيب مركب مليانة سمك ويمشي ورا المسيح؟ ده فعل مجنون بس يعجب ربنا ويقول ده إيمان حلو. فكرة إن أنا مصدق في ربنا وواثق إن ربنا هيحل المشكلة دي فكرة مهمة جدا. ده مش معناه إن أنا ما أعملش اللي عليا يا جماعة، أعمل اللي عليا، بس في نفس الوقت، نفس الوقت لما يبقى في جوايا صوت إن أنا أتعامل مع ربنا أو أتقابل مع ربنا أو أقعد مع ربنا، والصوت ده ضد المنطق، ما أنت تعبانة ونعسانة وطول النهار هلكانة وهلكانة في الخدمة، ما تقعدي مع ربنا 10 دقايق هيجرى إيه؟ ده صوت مجنون بس حلو عند ربنا. افتقد واحد زيادة وفي الافتقاد ده ما أنت افتقدت 10 وجات على 11، ده ما جاتش على 11 بس اللي فيه تعب ده ليه طعم مختلف، ليه طعم مختلف. ليه؟ لأنه بره المنطق. بالإيمان والثقة أن ربنا يقدر يرفع أي حجر، أي مشكلة بتقابلنا ما تسيبوهاش للمنطق بس، لأن المشاكل لو تسابت للمنطق لتركنا المسيح من زمان. لو كان ساعة جبل المقطم سابوها للمنطق كان زمان المعز موت المسيحيين والمقطم في مكانه، كانت الدنيا ما بقتش الدنيا. لكن أبائنا عارفوا أن في حاجة اسمها ما وراء المنطق. إيه ما وراء المنطق؟ هو الإيمان والثقة في عمل ربنا. هو مؤكد أن ربنا يقدر يتصرف. هيتصرف إزاي؟ ما لناش دعوة، مش بتاعتنا، بس ربنا هيعرف يتصرف. بني إسرائيل قالوا لموسى جاي يتموتنا قدام البحر، قال لهم كده قفوا وانظروا خلاص الرب. موسى أنت عارف ربنا هيعمل إيه؟ لا أنا مش عارف ربنا هيعمل إيه، بس عارف أن ربنا قادر على الخلاص، أن ربنا قادر على الخلاص. مريمات، من يدحرج لكم الحجر؟ مش عارفين، مش عارفين يتدحرج إزاي، بس عارفين أنه هيتدحرج. عندنا ثقة في كده. ربنا يقول لهم ما كسفكوش، توصلوا عند القبر تلاقوا القبر اتدحرج وملاك قاعد مستنيكوا على الحجر يبشركوا ببشرة جميلة. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. فاللي عايز أقوله كده، الفضيلة الرابعة أو درس الرابع من مريمات درس الثقة، درس الثقة في عمل ربنا. 4 دروس خلوا المريمات يلتقوا بالمسيح القائم من بيت الأموات. رجعهم مع حضراتكم. الأولاني وال4 دروس دول دروس ليا ولحضراتكم نتعلمهم فنعرف نتقابل مع ربنا كويس. درس الأولاني، من يبكر إلي يجدني. نمرة 2 الهدايا. نمرة 3 ابعد عن المعطلات. نمرة 4 خلي عندنا إيمان. ممكن نقولهم سوا؟ 1 من يبكر، نمرة 2 ناخد للمسيح هدايا، نمرة 3 نبعد عن معطلات،
نمرة أربعة، خلي عندنا إيمان. ربنا يدينا إن إحنا نلتقي بالمسيح القائم. قبل ما أمشي، اللي كانوا موجودين بدري، حد فاكر يسمع اللقاءات؟ قول يا فيبي. واحد المريمات، ها انتوا اللي هتصلحوا، صح صح كده، مريمات، بعد كده مريم المجدليه، ها بطرس، تلميذي عمواس، تلاميذ من غير توما، تلاميذ بالتوما، حد اللي بعده، الجليل، طبريه، يعقوب، 500 اخ، بعد كده الصعود. هاي لمونك شاطر، معنا هديه ليها، يبقى لك هديه عندي. كل سنه وانتم طيبين لالهنا، كل مجد وكرامه للاله الابد، امين.